الرجل الصخري العجوز، حكاية من التراث الصيني. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي أعماق جبال الصين الغربية، عاشت قبيلة لميو. وقد عاش في قرية لميو أخوان باسم بايو وشومي. هذا هو شومي. سأعطيك هذه أيضا، خذها معك. كان هذا الأخ الكبير بايو. تزوج الأخ الكبير ليطرد أخاه شومي من البيت، ولكن شومي كان متفائلا فلم يقلق أبدا بشأن مستقبله، وفكر ما دام يملك المجرفة فهو يستطيع أن يزرع حقلا، وبمعطفه القشي سيحمي نفسه من رطوبة الليل وبرودته. قرر شومي أن يزرع هذه الأرض البرية ويجعلها حقلا مزدهرا. أولا يجب أن تحرق الأعشاب، ثم ينظف الحقل من الأحجار. حاول بكل قواه أن يحرك الصخرة الكبيرة ولكن دون جدوى، وكنتيجة لجهده اليومي فقد تحولت الأرض البرية إلى حقل. لم يستطع شومي تحريك هذه الصخرة، ولكنه أصبح مغرما بها لأنها كانت تشبه رجلا عجوزا. أيها العجوز، احمل معطفي القشي هذا وحدثني باستمرار، وهكذا يمكنني أن أعمل دون أن أشعر بالتعب، ما رأيك؟ كان شومي يشتغل كل يوم حتى غروب الشمس، ثم ينام بالقرب من الرجل الصخري نوما عميقا. وفي أحد الأيام وبعد انتهائه من عمله، بدأ يتحدث إلى الرجل الصخري. اسمع أيها العجوز، عندي أمنية سأحدثك عنها. أريد أن أشتغل أكثر وأزرع الخضروات وأحصد الزرع، وبالمال الذي أكسبه أريد أن أذهب إلى العاصمة التي تقع على الجبال البعيدة ولو لمرة واحدة. اسمع، سمعت بأنه من الممكن أن تحصل على كل شيء في العاصمة. سآكل اللحم حتى أشبع. في هذه القرية نأكل اللحم مرة واحدة في السنة، وذلك في ذكرى الاحتفال السنوي. قلت بأنك ستذهب إلى العاصمة البعيدة من أجل أن تملأ معدتك باللحم. إنك شخص متواضع، إني مغرم بك، ولكن هل تستطيع أن ترفع هذا المعطف الثقيل عني؟ متأسف لم أدرك. شكرا، أحضر غدا حقيبة من القماش، تذكر. حاضر. هذا هو اليوم الثاني وقد عاد شومي مع حقيبة من القماش. هذه؟ ماذا تظنون قد حدث؟ نقود الفضة خرجت من فم الرجل الصخري واحدة تلو الأخرى. هذا يكفي، شكرا. لا أستطيع حمل المزيد، أشكرك، إلى اللقاء. خذها واذهب إلى العاصمة، لقد عملت واجتهدت بما فيه الكفاية. مع السلامة. وهكذا وفي اليوم التالي غادر شومي إلى العاصمة مسرورا. حالما سمع بايو حكاية شومي أتى ليرى الرجل الصخري. هذه هي الصخرة التي تخرج نقودا فضية. مرت ساعة ولكن يبدو أن الرجل الصخري لن يتكلم. أيها الرجل العنيد، ترى متى ستفتح فمك؟ حسنا انتظر. إنها ثقيلة، بسرعة انزل الحجارة عني. هيا. هل ستعطيني أيضا نقودا فضية؟ سأعطيك، اجلب غدا حقيبة من القماش. حسنا انتظر.
هل ستترك الحجارة على رأسي؟ هيا تعال تعال انزلها هيا. في صباح اليوم التالي عاد بايو مبكرا. كان بايو مسرورا وفكر في طريقة لصرف النقود. أصبحت اليوم غنيا، سأبني قصرا كبيرا وأعيش فيه طوال حياتي دون أن أشتغل. هناك المزيد، هات أعطني أعطني هات. فكر بايو بأنه لن يحصل على فرصة كهذه مرة أخرى، ومن أجل الحصول على المزيد أدخل يديه في فم الرجل الصخري. أتى الليل ولم يفتح الرجل الصخري فمه بعد. النجدة النجدة، دعني وشأني، أرجوك 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 أرجوك، دعني وشأني النجدة. وانتشرت النقود الفضية في الحقل وباتت تلمع تحت أشعة الشمس. وفي وقت لاحق أتت رينال لتبحث عن بايو. أحررهما، أرجوك اسحبيني بكل قواك، أرجوك اسحبيني. هل هذه هي الصخرة؟ نعم نعم هذه هي، اسحبيني أرجوك. توقفي توقفي، أشعر أنني سأفقد يدي. وقررا التوقف والتفكير بسبيل آخر لتحرير يدي بايو. وأرسل بايو رينال لتجلب له الطعام كي يسترد قوته. واستمر الحال هكذا ولفترة طويلة، وكان بايو يرسل رينال لتجلب له الطعام. لو أتمكن من إضحاكه، عندئذ سيفتح فمه وأحرر يدي. اسمع أيها العجوز، سأقص عليك قصة مثيرة. في أحد الأيام كان هناك رجل يمشي في طريق جبلي مع ابنه، وفجأة قفز نمر على الأب وقبض عليه. كان النمر سيقتل الأب الذي كان في فمه، ولما أراد الابن أن يقتل النمر صاح الأب: لا تصب لا تصب، وإلا تركت ندبة على فروته ولن نستطيع بيعه بثمن باهظ. وهكذا أكل النمر الأب. يا لغباء الأب. أليس هذا مضحكا؟ اضحك يا أخي اضحك. يوما بعد يوم كان بايو يقص على الرجل الصخري القصص المضحكة، ولكنه لا يستطيع إضحاكه أبدا. ومضت سنتان. هذا كل ما نملك، لقد بعت كل شيء ولم يبقى عندي أي شيء أجلبه لك. أتمنى أن تنقلب إلى صخرة مثل الرجل الصخري، عندئذ لن تحتاج إلى الأكل أبدا، وعندها أراهن بأنك ستخرج لي من فمك النقود. ماذا؟ هل ستسرقين النقود من زوجك؟ أيتها الغشاشة، أيتها المخادعة. هذا أمر مضحك،
مع أنك أصبحت مفلسا فلم تتعظ أبدا، تقاتل من أجل نقود فضية لا تملكها. أيها العجوز، لقد شبعت من أكل اللحم. حقا.